إصلاح التعليم هو ورش طموح وصعب، لكنه ليس بالمستحيل، وأن هنالك إرادة عند مجموع الفاعلين من أجل طي صفحة تعثر في مسار الإصلاح من أجل إنجاح هذا الورش وفقا لرؤية 2030. أيضا أن الحكومة معبأة، ستعبئ الإمكانات والموارد المالية والبشرية اللازمة، ولهذا أضخم عملية توظيف على مستوى قطاع التعليم ستتم هذه السنة، توظيف بالإضافة إلى تعاقد، بالإضافة إلى الحاجيات المرتبطة بالأطر الإدارية، بالإضافة إلى توفير الحاجيات المتعلقة بالبنية التحتية لمعالجة الإشكالات ذات العلاقة بالهدر المدرسي، بالاكتظاظ أو الهدر المدرسي. ثم ثالثا أن ورش تطوير نظام البكالوريا وتعزيز مصداقيته وتدعيمه ورش مفتوح، والوزارة معنية بمواصلة هذا الورش.